مساء الخير. ضيف علماء استفهام لهذه الليلة الكاتب السياسي الدكتور رغيد الصلح. نحاول معه فتح بعض أبواب هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، أبواب أسميناها بأبواب الخريف. أهلا بك دكتور رغيد الصلح. طبعا غدا يبدأ الحدث الكبير، العالم كله يهتم بهذه المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. هناك بعض التقارير الأمريكية متناقضة نوعا ما، تحدث عن أن الولايات المتحدة تلقي بثقل الكبير، إدارة أوباما تلقي بثقل الكبير لإنجاح هذه المفاوضات، وأنه هناك كلام عن ضرورة التوصل قريبا إلى اتفاقات إطار على الأقل تتم خلال عام، يعني خلال عام يجب أن يكون اتفاق، وهذا الاتفاق ممكن أن ينفذ خلال 10 أعوام، لكن الولايات المتحدة حريصة على إنجاح هذه المفاوضات. هل تملك هذه الولايات المتحدة مفاتيح جديدة لنعرفها لإنجاح هذه المفاوضات؟ لا سيما أنه الرواية الأمريكية للدعوة إلى هذه المفاوضات هي رواية إسرائيلية، لا مفاوضات مباشرة، لا وعد وقف الاستيطان، كل ذلك يتم على طاولة المفاوضات، مقابل رواية فلسطينية يعلن عنها الرئيس محمود عباس ويقول نحن ذاهبون بأنفسنا وليس لدينا يعني أي بديل وليس لدينا أساسا ما نخسره في هذه المفاوضات. رأيك في هذه المفاوضات؟ أنا أعتقد أن المشكلة الرئيسية هنا هو الطرف الفلسطيني، ليس الطرف الأمريكي، يعني أن الطرف الأمريكي يضغط على إسرائيل في حدود معينة. أنا أعتقد أنه أوباما ربما كان صادقا في أنه يريد التوصل إلى تسوية ما يعني للقضية الفلسطينية، لقضية الصراع العربي الإسرائيلي، ولكنه لا يملك يعني أداة ووسائل للضغط على إسرائيل مما يمكنه من الذهاب إلى يعني نهاية المطاف. في موضوع الضغوط، يعني في موضوع ما يملك أوباما، يجب الاعتراف أن أوباما نجح في إجبار إسرائيل على وقف استيطان لمدة 10 أشهر، نجح في إجبار إسرائيل العودة إلى طاولة المفاوضات، نجح في إجبار نتنياهو للكلام من جديد عن دولة فلسطينية نتنياهو في حملاته الانتخابية، وبالتالي يجب الاعتراف أنه تملك الولايات المتحدة إمكانية الضغط. أنا لم أقل أنها لا تملك، أنها بالطبع تملك الولايات المتحدة وسائل، أو الرئاسة الأمريكية أو الرئيس المستقل عن اللوبي الصهيوني يملك وسائل ضغط، منها مثلا أن حسب آخر استفتاءات وهي تؤكد نهج ثابت في إسرائيل أنه أغلبية الإسرائيليين يشعرون بأنه يجب الحفاظ على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية بأي ثمن، يعني أنه هنالك ليس لوبي، هنالك رأي عام إسرائيلي يشعر أن يعني وصول العلاقات إلى يعني أزمة كبيرة هذا يضر ضررا شديدا بإسرائيل، فهذه وسيلة للضغط، يعني يستطيع الرئيس الأمريكي أن يهدد الحاكم الإسرائيلي بأنه إذا يعني ظهر أنه يسير في طريق مضاد تماما لمصالح الولايات المتحدة بأنه يهدد هذه العلاقة. وبالتالي برأيك الإسرائيلي شعر هذه المرة أن الأمريكي ممكن أن يذهب باتجاه معاكس؟ ثم أن الأهم في ذلك أنا أعتقد أن يعني أوباما وضع أولويات في نصابها، يعني لم يتحدث عن كافة الأشياء، أول قضية يعني تصدى لها هي قضية استيطان، وهذه المسألة كانت يعني تفضل إسرائيل إبقائها بعيدا عن الأضواء، يعني بحيث أنه ممكن أن تفاوض في كافة الأمور وأن يعني تثير كافة القضايا وأن تدخل في جدالات وسجالات قوية مع الفلسطينيين ومع العرب مع العالم بأسره، لكن طالما أن عملية الاستيطان مستمرة. فعندما يعني طرق أوباما على هذه المسألة وضع الإسرائيليين في حرج يعني شديد، يعني استيطان عملية احتلال يعني مستمر، توسع مستمر، فهذه أيضا خلقت نوع من الارتباك في موضوع الاستيطان، موضوع أساسي للفلسطيني وللأمريكا أيضا. الأمريكي نجح في ترتيب تجميد الاستيطان، وذكر بأنه هذه المفاوضات يعني تبدأ غدا في 2 أيلول، لكنها في 26 أيلول سبتمبر هناك موعد آخر هو نهاية التجميد الذي دام 10 أشهر. هل برأيك هناك تجديد لهذا التجميد، أم بإمكان موعد 26 أيلول سبتمبر أن يكون مأزق لأطراف المفاوضات؟
أنا أتصور أن الدبلوماسية الأمريكية يعني بالتواصل مع الإسرائيليين سوف تحاول إيجاد مخرج لهذه المسألة عن طريق مثل العادة، يعني في كثير من التلاعب بالألفاظ والمفاهيم ويعني محاولة اختراع مفاهيم تبيح عملية الاستيطان ولكن بشكل مختلف. وبدأت هذه المسألة بشكل من الأشكال حول يعني شكل معين من الاستيطان الذي لم يكن سابقا يعني مطروقا، وبالتالي ممكن استمراره لكن في حدود معينة، مع استمرار الضغط الشديد على السلطة الفلسطينية من أجل البقاء على طاولة المفاوضات المباشرة وعدم تعطيل المسار الذي بدأ وخلق جو من التفاؤل. برأيك أن طاولة المفاوضات هي الهدف الآن وليس التسوية؟ هي أنا أعتقد أنها دائما كانت هدفا في حد ذاتها. أذكر أن إسحاق شمير بعد مؤتمر مدريد قال إننا سوف نتفاوض لمدة 20 عاما ولن يعني نقدم أي تنازل عن مصالح إسرائيل. أنا أعتقد كما كنت أحاول الأشير أن المشكلة هنا ليست في الطرف الأمريكي، المشكلة في الطرف الفلسطيني، لأنه لماذا جر الطرف الفلسطيني إلى العودة إلى المفاوضات المباشرة، مع أنه كما ذكرت لم يقدم الطرف الفلسطيني أي تنازل جدي يغريه بإلعادة. المشكلة أنه كيف يستطيع الطرف، ماذا يملك الطرف الفلسطيني يعني السلطة الفلسطينية بصورة خاصة، ما هي الوسائل التي يمكن لها أن تستخدمها من أجل الضغط على إسرائيل وحتى على المصالح الأمريكية بشكل أو بآخر من أجل يعني الحفاظ على موقفها سواء من المفاوضات المباشرة أو الضغط من أجل، يعني تتفهم رأي الرئيس محمود عباس عندما يقول نحن لسنا مجبرين على الذهاب، ذاهبون بإرادتنا لأننا أساسا لن نخسر أي شيء، لكن أيضا قبل أسابيع كان ذكر بأن هناك أزمة مالية على السلطة. هناك كل الأزمات، يعني السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تصل بحوار مع حماس إلى نهاية الطريق وإعادة ترميم الوحدة الوطنية الفلسطينية. حتى الآن أعتقد أن الطرفين لا يعني ليسا راغبين في تقديم تنازلات كافية فيما بينهم. ثم أن المطالب اللي مطلوبة من حماس بصرف النظر عن مواقف حماس، لكن مطالب تعجيزية يعني بمعنى من المعاني، يعني تطالبها بالتنازل عن مسوي وجودها أساسا. فهناك مطالب ممكن لحماس أن مثلا تنفذها مثل إيقاف إطلاق الصواريخ، و يمكن عمل عسكري خلال فترة ممكن تنفيذه، لكن مطلوب أكثر من ذلك بكثير، مطلوب أنه الاعتراف بإسرائيل، الاعتراف بالمرجعيات التفاوضية اللي حصلت قبل هلأ، يعني التخلي عن فكرة التحرير فلسطين، فهذا يحولها إلى يعني طيب. دكتور هذا الصلاح بغض النظر عن ما سيجري في هذه العلاقة، لأنه على الأقل يبدو أن هذه المفاوضات طويلة، ويعتبر نفسه نتنياهو يعني مهرول إلى هذه الانتهابات لهذه المفاوضات بالإعلان أنه يريد أن يلتقي الرئيس عباس كل أسبوعين لتهيئة أجواء للسلام، لكن برأيك لماذا الولايات المتحدة حريصة على إنجاح هذه المفاوضات وليس إنجاح نتائج المفاوضات؟ البعض يعتبر أن ذلك له علاقة بمستقبل العلاقة الأمريكية مع إيران أو بمستقبل العلاقة الأمريكية حتى في المنطقة، لكن ما الذي يشكل العامل الفلسطيني حتى تهتم الولايات المتحدة في هذا الأمر؟ طبعا قضية فلسطين يعني لا يمارى بأنها ليست قضية الفلسطينيين فحسب، إنها قضية العرب، وليست قضية العرب فحسب، بل قضية المسلمين، وليست قضية العرب المسلمين والفلسطينيين، فإنما هي قضية يعني عالمية. يعني هل هذا كلام دقيق؟ هل قضية فلسطين حاليا، أنا يعني
ينتابني شعور أن قضية فلسطين حاليا هي قضية الفلسطينيين، لم تعد قضية العرب ولم تعد قضية المسلمين. لماذا هناك يعني هذا السؤال الكبير، لماذا الأمريكي يهتم بالموضوع الفلسطيني؟ هل الموضوع صوري فولكلوري القول العرب وخصوصا الأطراف المعتدلة أننا نقوم بجهد معين؟ هل أيضا يراد لهذه الانتخاب لهذه المفاوضات أن تنجح لكي تسحب أوراق من قبل إيران أساسا في المنطقة؟ لا أعرف إلى أي مدى الأمريكيين مهتمين ولماذا هم مهتمون بهذا. أنا لم أتحدث عن تقييم يعني إيديولوجي للقضية الفلسطينية، ونسأل سؤال: لماذا هذا السخط على إسرائيل في العالم بأسره؟ لماذا إذا يعني إذا استمعت إلى الاستفتاءات التي تجري هنا وهناك بما فيه الاستفتاء الشهير في أوروبا الذي اعتبر أن إسرائيل هي أخطر دولة على 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 السلم العالمي، لماذا هذه الكراهية لإسرائيل؟ يعني لماذا هذه الكراهية التي يتحدث عنها الإسرائيليون أنفسهم؟ يعني في آخر مسعى في مجموعة من الإسرائيليين واليهود الأمريكيين المناصرين لإسرائيل حاولوا أن يشكلوا مثل هيئة أو مجموعة لمراقبة ما تكتبه الويكيبيديا الموسوعة على الإنترنت، فعبروا عن شعورهم بالقلق الشديد انه نحن قلة من الناس نحاول ان نحقق انجازا على هذا الصعيد، ولكن الذين يخالفون ويعارضون ويسيرون في خط مضاد هم يعني اعداد هائلة. ففي العالم يعني اصبح الموقف من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس موقفا فلسطينيا فحسب، يعني تجد هنالك فلسطينيين مؤيدين للتسوية أو للتفاوض التفاهم مع الإسرائيليين، بينما في العالم أعداد كبيرة من الناس يعني لا يقبلون بإسرائيل، مش لا يقبلون بوجود إسرائيل، ولكن لا يقبلون بالسلوك الإسرائيلي، لا يقبلون بالفكر الصهيوني، لا يقبلون بما تمثله إسرائيل يعني من عنصرية ومن توسع ونزعة توسعية ونزعة عدوانية. فهذه مسألة يعني ربما في الولايات المتحدة النظرة إليها مختلفة، يعني أكثرية من الأمريكيين لا زالوا حتى الآن يؤيدون إسرائيل ويناصرونها، لكن هذه أكثرية يحدث فيها تحولات مهمة. طيب دكتور عبد الصلاح، حضرتك يعني مراقب وباحث بشأن لشؤون الشرق الأوسط خصوصا في العالم خصوصا في أوروبا، هناك طبعا هذه الاستطلاعات الرأي، هذه المقالات التي بدأت وهذه بعض التصريحات التي بدأت تدين إسرائيل وتستنكر، وأيضا نذكر بتقرير جولدستون، نذكر بتقارير عدة كانت ضد جدار الفصل إلى آخره، كتاب جيمي كارتر لكن على حتى هذا الموضوع، لكن كل هذا يبقى ويبدو وكأنه ترفي هامشي لم يؤثر بشيء على أصحاب القرار، لا في بريطانيا ولا في فرنسا ولا حتى في أوروبا، وتحدث عن الولايات المتحدة. هل تقييمنا متفائل جدا بأن هذا العالم يتحول ضد إسرائيل وأن التقييم مفرط في طرفه؟ أنا أعتقد أن المشكلة هنا نعود إلى القيادات الفلسطينية والعربية، يعني تملك القدرة على الاستفادة من هذه الأوضاع المستجدة والمتغيرة، ليس فقط يعني على صعيد متغيرات في عالم الغربي وإنما على صعيد متغيرات على صعيد العالم، ليس تجاه القضية الفلسطينية أو الصراع العربي الإسرائيلي فقط، على صعيد النظام الدولي في حد ذاته، صعود قوى جديدة مثلا بريكس، الدول الأربعة الآن تصعد وتؤثر على الوضع العالم، تأثيرها سوف يزداد يعني بشكل ملموس. لكن مثلا نحن الهند كانت دولة مهمة جدا وصديقة للعرب، وكانت يعني لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وإذ بالهند الآن مع الأسف هناك استطلاعات مضادة لما كنت أذكره، أن صار في استفتاء في الهند فتبين في حسب النتائج أن أكثر من 50% من الهنود يعتبروا أن أقرب دولة لهم هي إسرائيل، وأنا أعتقد أن من أحد الأسباب هو التعامل مع الهند، يعني هنالك إهمال لها وكأنها لا تزال دولة صغيرة في العالم الثالث، هنالك هذا التعامل أيضا مع